عدائية إيران وتدخلاتها ومساندتها القوى المتطرفة والإرهابية في المنطقة عناوين رئيسية في القمة الخليجية 39 في الرياض. وقد أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن خطر الإرهاب وتدخلات إيران يشكلان أكبر التهديدات الإقليمية. وفي ختام أعمالهم في الرياض تمسكت دول المجلس بالعمل على تحقيق أهدافها المشتركة والدفاع عن وجودها ومصالحها ضد التدخلات الخارجية وضد خطر الإرهاب. ووجه القادة خلال القمة بالإسراع بإنجاز القيادة العسكرية المشتركة. الحمد لله رب العالمين. لا شيء ولا أحد سيوقف مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يوقف عزمها على مواصلة تعزيز أمنها أو يوهن صلابتها في التصدي للتهديدات والمخاطر. رسائل واضحة عبرت عنها القمة الخليجية 39 في ختام أعمالها في الرياض. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير جدد التأكيد على ثبات الموقف من الأزمة القطرية، وأنه لا تراجع عن المطالب التي تم وضعها لعودة قطر للصف الخليجي. الشروط منطقية وتنطبق على الجميع، فلذلك تم وضعها وتم الطلب من الأشقاء في قطر الاستجابة لها. تعزيز الأمن المشترك والتصدي للتدخلات الخارجية وخطر الإرهاب تصدر الأولوية في أعمال القمة كما كان متوقعا قبل انطلاق أعمالها، وانعكس ذلك في البيان الختامي الذي شدد على ضرورة الإسراع بإنجاز القيادة العسكرية الموحدة لتعزيز قدرات دول المجلس. وجه أصحاب الجلالة والسمو بسرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها. بنود البيان وقراراته عكست القضايا الأكثر إلحاحا على جدول العمل الخليجي كما عبر عنها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة. العاهل السعودي أكد على ضرورة التصدي لخطر التهديدات والتدخلات الإيرانية وخطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة والعالم. لا زال القوى المتطرفة والإرهابية تهدد أمن الخليجي والعربي المشترك، ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياسة العدائية برعاية تلك القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا يتطلب جميعا الحفاظ على مكتسبات دولنا. وضوح في الرؤية وثبات على المواقف عبرت عنه قمة الرياض يعكس عزم قادة دول الخليج في بلوغ الأهداف المشتركة تحت عباءة العمل المشترك. على رأس تلك الأهداف دفاع دول المجلس عن أمنها وحفظ وجودها وحماية مصالحها ورفض الأطماع الخارجية وتهديدات الإرهاب وتعزيز المكتسبات التي حققتها لشعوبها. معنا الآن من الرياض الباحث الرئيسي في العلاقات الدولية بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات هشام الغنام، ومعنا من الكويت الكاتب والباحث السياسي الدكتور عايد المناع. مرحبا بضيفي أستاذ فيصل، مساء الخير. دعني أبدأ معك أولا. استمعنا إلى يعني الكثير من الكلمات والمؤتمر الصحفي الختامي وأيضا البيان المطول والمفصل حقيقة الذي صدر عن هذه القمة. هناك تركيز واضح من الكلمات التي استمعنا إليها على مسألة أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف وكل هذه الأمور. هذا التركيز على ماذا يدل، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به المجلس برأيك؟ سؤال لي مهند لأن قلت فيصل. الأستاذ هشام متأسف. أولا مساء الخير. أنا أتصور العبارات التي تفضلت بذكرها ليست عبارات إنشائية، يعني المجلس ليس هيكلا فارغا بلا محتوى، بل هو مظلة وغطاء لهذه الدول التي تشترك في هذه الوحدة. حتى الدول التي تعمل ضد هذه المجلس من داخله هي متمسكة بالبقاء في هذه الوحدة الخليجية، لأنها تعلم أن هذه الوحدة مهمة لها حتى في حركتها على المسرح الدولي، ولا ويضيف لأي دولة في هذا المجلس قوة إضافية ووضع استثنائي أمام العالم. المجلس يتحرك
هذه الوحدة الخليجية تتحرك كمنظومة واحدة. ولن أقول أنه يعني آخر معاقل العمل العربي المشترك، يعني الكل حريص على بقاء هذا المجلس، وأنا شخصيا يعني مؤمن بهذا العمل الخليجي المشترك. هو المشكلة يعني كما يقال، يعني إذا أردت أن تصيد أرنبين فلن تظفر بأي منهما. يعني في دول داخل هذا المجلس تريد مثلا أن تكسب هذه المغانم ولا تشترك في المغارم الحقيقة، وهذا أمر لا يمكن القبول به ولا الاستمرار به بأي منطق كان. يعني كان هناك فرصة ذهبية، واسمح لي تحديدا يعني أحدد الأشقاء في قطر، عندما ذهب السيد الزيان للدوحة لم يتم استقباله كما ينبغي. يعني هذه كانت فرصة ذهبية للقطريين لم يحسن استغلالها. كذلك هذا الهجوم الضاري الحقيقة من وسائل الإعلام التابعة لقطر لا يهيئ أرضية خصبة لأي حوار. طبعا أنا أختلف تماما مع من يقول أن الخلاف بين الدول الخليجية هو خلاف تراشق إعلامي. لا، ليس هذا صحيحا، في خلاف سياسي عميق، وفي تآمر على الأمن الوطني لهذه الدول من قطر، وفي دعم لجماعات بالمال أو بالسلاح. يعني هذا لا يمكن القبول والاستمرار به. صحيح أن السعودية كانت تمارس دائما دور الأخ الأكبر، دائما تغض الطرف ولا تلتفت لهذا منذ العام 96، ولا ترد الحقيقة حتى لا إعلاميا ولا غيره على ما كانت تقوم به قطر. لكن الآن لا يمكن القبول بهذا. فيه شروط هي منبثقة من الشروط التي وقعتها قطر في عام 2014، هي لم تنزل من السماء فجأة. فهذه الشروط على قطر يعني أن تلتزم بها، أو على الأقل أن تفتح حوارا مبنيا على القبول المبدئي بهذه الشروط. لا يمكن الحوار بدون أرضية واحدة، لا يمكن أن يتم. ونحن صراحة يا مهند لا نريد لقطر أن تبقى أن تكون مثلا مثل إسرائيل. يعني إسرائيل دولة طارئة في محيطها. هل قطر، يعني أنا لا أدري ما هي الاستراتيجية القطرية في نهاية المطاف، هل تريد أن تنزح إلى إيران وتركيا؟ هل تريد التخلي عن مجلس الخليج؟ هل تريد أن تنسلخ عن هويتها؟ هذا أصلا غير ممكن ومضر بقطر قبل أشقائها. طيب دكتور عايد، مرحبا بك معنا. الأستاذ هشام أشار إلى مسألة التراشق الإعلامي، يعني واضح أن الخلاف ليس خلافا إعلاميا، أعمق من ذلك بكثير. ولكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أشار إلى مسألة الحملات الإعلامية تحديدا، ويعني قال ضرورة وقف هذه الحملات. إلى أي مدى هذه الحملات برأيك يعني تفاقم هذا الوضع؟ تحياتي لك أخي مهند ولأخي هشام الدكتور هشام. أنا أعتقد أنه القضية ليست تراشق، القضية قصف الحقيقة شديد من قبل طرف على وجه الخصوص. يعني الآخرين نعم يردوا، ولكن القصف الذي يأتي من الشقيقة قطر أشد ضراوة في هذا الجانب، وخاصة الحقيقة بعد يعني حادثة خاشقجي، وكأن هبطت من السماء على الأشقاء هناك لاستغلالها ضد الطرف الأكبر في المنظومة الخليجية وهو المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أنه هذا للأسف فاقم الموضوع، ومع ذلك وجهت الدعوة وذهب الأمين العام إلى الدوحة، وبالتالي كان يفترض وكنا نأمل بالفعل ولا زال العمل موجود بأن الشيخ تميم يكون من بين الأشقاء الذين حضروا. فإذا اليوم لم يحضر إن شاء الله نأمل أنه سيأخذ بعين الاعتبار ما تم من توصيات ومناقشات، ويبقي على قطر في منظومتها، ولا يستمع لأولئك الذين يغرون بالذهاب بعيدا. الإعلام للأسف الشديد كما أشار صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فاغم الموضوع، وحقيقة أوجد حالة من التوتر السياسي. وبالتأكيد أن سمو الأمير يقصد أنه هذا الإعلام الحقيقة لا يتكلم من ذاته، إنما هو موجه سياسيا من قبل أنظمة وقوى سياسية توجهه بالاتجاه الذي تريد. وبالتالي هي الحقيقة تقف وراء هذه الآلة الإعلامية لضرب هذا النسيج الخليجي أو أحد أطرافه، وبالذات الطرف الأكبر والقوي. لذلك اليوم علينا أنه
نحترم القوانين الموجودة، نحترم أيضا حقوق الآخرين من الدول، عندنا نصوص قانونية تحرم التطاول، لكن للأسف الشديد وجدنا أن هذا القصف الإعلامي الشديد يعني أصبح معول هدم للنسيج الخليجي، وإن شاء الله ما ينجح، لكن إذا استمر على هذه الوضعية حتما الأمور لا تبشر بخير. طيب دكتور هشام، أشرت قبل قليل إلى أنه يعني قطر أو الأمير تميم لم يحسن استغلال هذه الفرصة بالحضور إلى قمة الرياض. برأيك لماذا لم يحضر إذا كانت هذه بالفعل تمثل فرصة لي يعني استعادة أو لرأب الصدى إذا جاز التعبير؟ لأنه اليوم يعني الشروط كما أشار السيد الجبير، شروط العودة معروفة ومنطقية كما قال الوزير السعودي، لماذا لم تستغل قطر هذه الفرصة برأيك؟ أو ليس هذا في حسب، يعني حتى ما ذكره الدكتور، تفضل بذكره الدكتور عايد، صحيح يعني أزمة خاشقجي كانت أيضا فرصة أخرى للقطريين لإثبات حسن النوايا، يعني على الأقل لو تناولوا المسألة حياديا ولم يكونوا بوقا للإعلام التركي تحديدا لكان أجدى لهم وأنفع. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية لديها موقف من هذه الحملة الإعلامية، لأنها رأت أنها غير منصفة وتهدف إلى أهداف أبعد من مجرد إحقاق العدالة. لو كان هذا هو الهدف لوضعت الأدلة جميعها على الطاولة منذ اليوم الأول، ولرأى المجتمع الدولي الحقيقة منذ اليوم الأول، بدل هذا التقسيط الحقيقة ومحاولة استهداف السعودية بهذه القضية. هذا أولا. ثانيا، موضوع عدم استغلال قطر لا ولا شك أنه فيه جزء منه كبير شخصي، يعني جزء منه مكابرة، والحقيقة أن الدول يا مهند تقع في أخطاء استراتيجية، قادة الدول تقع في أخطاء استراتيجية وتكابر عليها. كان الأجدر والأجدى هو الالتفاف السريع الحقيقة ومحاولة تلافي هذه الأزمة. لو أحسنت قطر قراءة هذا المشهد منذ اليوم الأول لنجحت في على الأقل امتصاص ارتدادات هذه الأزمة، ولا أنهت هذه الأزمة القطرية منذ بدايتها، ولا وفرت عن نفسها الكثير الحقيقة من الجهد والمال في حل هذه الأزمة. لكن الآن هذه المكابرة المستمرة، أنا لذلك أكرر سؤالي، لا يدرى الحقيقة ما هو الهدف النهائي القطري. أنا أتمنى من الإخوة في قطر يعني يبلغون ما هو الهدف النهائي، لأن استحالة أن تنتقل قطر إلى محور إيران هذا أمر غير ممكن الحقيقة. قطر نظام ملكي تقليدي، أميري تقليدي، تحت المظلة الأمريكية تحديدا، وفيه أكبر قاعدة أمريكية، وفيه عدة قواعد أمريكية، ولا يمكن أن يخرج من هذه المنظومة ويذهب إلى محور إيراني معادي لأشقائه أولا قبل كل شيء، ومعادي أيضا للدول الغربية التي هي من أسباب أيضا يعني الدعم من الدول الدعم الرئيسية لقطر، وهي التي تشتري أصلا وتنعش اقتصاد قطر، وبلاها سيسقط الاقتصاد القطري يعني حتما. طيب دكتور عايد، حتى ننهي الزاوية المتعلقة بالموضوع القطري لأن هناك قضايا أخرى مهمة طرحت في هذه القمة، الدكتور هشام يقول يعني يستفسر ما هو الهدف النهائي. هناك خطوة أخرى أيضا سمعنا عنها من قطر، هي نية الانسحاب من منظمة أوبك، هل هذه أيضا خطوة تصب في هذا الهدف النهائي الذي يشير إليه الدكتور هشام؟ لا يستبعد ذلك الحقيقة. أنا أعتقد أنه أنا أضيف لما ذكره أخي الدكتور هشام، أنا للأمانة والتاريخ توقعت أن يكون موقف الإعلام القطري أكثر موضوعية خلال فترة موضوع خاشقجي رحمه الله، وبالعكس الحقيقة توقعت أن يكون إظهار نوع من الود للشقيق الأكبر. لاحظت خلال الأيام الماضية للأمانة والتاريخ تهدئة سعودية تكاد تكون شبه كاملة مع يعني الوضع القطري، لكن بالعكس تماما كان هناك يعني هجوم عاصف ومستمر ولا زال حتى هذه اللحظة. الحقيقة الانسحاب من أوبك لن يؤثر على أوبك، إنتاج قطر الحقيقة كمية بسيطة لا تتعدى 600 ألف برميل، وبالتالي ليس ذات الأهمية. قطر انسحبت ربما لموضوع الغاز حتى تكون لديها حرية في هذا الجانب. أنا أعتقد أن هناك دول أهم وأكثر، روسيا اليوم تتعاون
والنرويج تتعاون مع دول الأوبك للحفاظ على الأسعار وعلى الكمية المنتجة، وبالتالي يعني تتجنب الإضرار بالآخرين والإضرار بنفسها، وهذا طبعا يسجل لها الحقيقة لأنها من خارج الأوبك. الموضوع قد يكون تلميح للانسحاب، هذا أيضا لا يستبعد، يعني الانسحاب من مجلس التعاون، ولكن مثل ما أشار أخي الدكتور هشام ليس من مصلحة قطر أن تكون خارج الحاضنة الخليجية. الحاضنة هذه حماية لها، وليتذكر الأشقاء في قطر أنه عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت كان أكثر المتحمسين للدفاع عنها والحريصين على شعبها وعلى قيادتها هو الحقيقة الأشقاء الخليجيين، وبالتالي لا ينبغي أن يعني يكون هناك حلم آخر للأشقاء في قطر، لأنه أيضا يعني قصة الاقتراب من إيران ستكون شبهة سياسية وربما حقيقة تؤدي إلى رد فعل غربي غير إيجابي بالذات أمريكي، لأن هناك قاعدة اسمها العديد في قطر هي أكبر قاعدة أمريكية تقريبا في المنطقة، وهذه القاعدة لو انطلقت منها لا سمح الله صواريخ على إيران، أنا أعتقد أن إيران لن ترد على الولايات المتحدة في الولايات المتحدة، وإنما سترد على مصدر النيران التي هي قطر، وبالتالي يعني لا تعول على هذا الطرف، وخاصة أن هذا الطرف خلافاته مع دول أخرى بالإقليم حتمت أن يتم يعني التشجيع على يعني وضع عقوبات أشد عليه. لذلك يعني البحرين قريبة وتتدخل إيران فيها يعني في كل وقت، تدخلت حتى في الكويت الحقيقة، شبكة تجسس العبدلي كانت يعني مسنودة من إيران ومن حزب الله الموالي لإيران، لذلك لا ينبغي أن نعول اليوم هذه العلاقة، لسنا ضد أن يكون هناك علاقات، الكويت علاقتها مع إيران حتى هذه اللحظة ليست سلبية، ولكن بالتأكيد أنها تأثرت بشبكة التجسس التي حدثت في الكويت، لذلك لا يمكن أنك تبتعد عن محيطك وتجد العون والإسناد من طرف آخر كل هدفه الحقيقة أن يخترق هذه الكينونة الخليجية ويعمل على تشظيتها. دكتور هشام، بالمناسبة الإشارة إلى إيران، أيضا هذه القمة تناولت الموضوع الإيراني بشكل مسهب، البيان يعني خصص الكثير من الفقرات للتعامل مع هذه المسألة، مسألة يعني ما قاله الملك سلمان يعني الحاجة إلى مواجهة إيران، وأنه لا تزال هناك قوى متطرفة وإرهابية تهدد الأمن الخليجي، والنظام الإيراني لا يزال يواصل سياساته العدائية في رعاية هذه الأطراف. الآن إيران تواجه عقوبات، وربما ما هو آتي سيكون أصعب بالنسبة لإيران، إلى أي مدى هذا يجعل الخطر الإيراني أكثر؟ هل نتوقع تصعيد من إيران تجاه منطقة الخليج، أم أن مسألة الضغط على إيران من خلال هذه العقوبات سيجعل إيران ربما تعيد النظر في سلوكياتها هذه؟ طب اسمح لي اولا ان يقول انه لا يجب يعني ان نحبس انفاسنا خشيه ان تخرج قطر من مجلس التعاون الخليجي، لان الخاسر الاساسي سيكون قطر الحقيقه، وبقيه الدول لن تخسر، بالعكس ستدفع بالعمل الخليجي المشترك اكثر والشراكات اكبر، يعني هذا اولا. ثانيا، وتركيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موضوع ايران حتى لا تنحرف بوصلة الأخطار الحقيقة التي تهدد منطقة الخليج تحديدا والمنطقة العربية، هنالك يعني منذ فترة طويلة هي لتشكيل محور عربي، ولا أسمي محور الاعتدال، أنا لا أحب هذه التسمية، هذا المحور العربي السعودية على رأسه ودول الخليج أيضا معها في ذلك ما عدا قطر. هذا المحور بغية التصدي لخطر إيران الحقيقة في المنطقة، الخطر الإيراني لن يقل بل سيتصاعد، لأن إيران متمرسة جدا في هذه العقوبات، هي الحقة ملكة التلاعب بالعقوبات الاقتصادية، يعني لن تؤثر عليها بشكل كبير إذا لم تكن الإدارة الأمريكية جادة أكثر في 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 غلق المنافذ على إيران الحقيقة، لن تكون هذه العقوبات مؤثرة بالشكل الكافي. إيران لديها تجربة طويلة وتاريخ عريض
في اختراق هذه العقوبات وفي التلاعب بالمجتمع الدولي وفي إيجاد الثغرات والمنافذ لتحصيل المال ولدعم مشروعها في المنطقة. لكن بلا شك أي عقوبة تفرض على إيران زيادة على ما هو موجود حاليا هو مرحب به، بالتأكيد سيكون من دول الخليج أولا ومن أيضا أعداء إيران الآخرين في المنطقة، لكن لابد أيضا من الدفع أن تنخرط إيران في مشروع أكبر الحقيقة، وهو اتفاق شامل يشمل الاتفاق النووي وغير الاتفاق النووي، حتى أيضا ينتشر الشعب الإيراني من الحالة التي هو فيها ومن هذا الفقر الذي هو فيه. لا يجب أن نعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، يعني هذا المشروع وهذا الخطر يقع تصدي له يقع على عاتقنا أولا قبل الدول الغربية، ولا يجب أن نسلم كل أوراقنا للدول الغربية، وهذا ما بدأته المملكة العربية السعودية مع حلفائها في المنطقة ودولة الإمارات تحديدا، ويجب أن نستمر في ذلك حتى النهاية ولا نعتمد على أمريكا أو غير أمريكا في ذلك. دكتور عايد، هل هناك خشية برأيك بين دول مجلس التعاون من أن إيران ستتمكن من الالتفاف ربما على الكثير من هذه العقوبات، وهي اعتادت كما قال الدكتور هشام أن تتعايش مع هذا الموضوع، هل هذه الخشية موجودة لدى دول مجلس التعاون برأيك؟ أنا أعتقد أنها موجودة. أنا أعتقد أن يعني إيران منذ 1979 وهي تحت طائلة العقوبات، ومع ذلك إيران صنعت وأصبحت اليوم تتحدث عن برنامج نووي، ونذكر نجاد وهو يقول أنه انطلقت عجلات القطار ولن يتوقف. هذه الحقيقة العقوبات الآن حقيقة الرئيس الأمريكي أعطاهم فرصة ثمينة، وهذه الفرصة إذا لم تستغل سيكون هناك وضع. الفرصة أن هناك استثناء لثمان دول من التعامل مع إيران، وبالتالي هذا متنفس. لعل وعسى الإيرانيين يدركوا أن هذا المتنفس لن يطول أمده، وبالتالي عليهم على العقلاء وعلى البراغماتيكيين أن يفكروا أن مزيد من العقوبات حقيقة تؤذي الناس، تؤذي الإيرانيين، يعني مثل الحرب في اليمن تؤذي المواطنين لأن الحوثي يريد لها أن تستمر. لذلك العقوبات إذا يعني تستمر سوف يتضرر المواطن الإيراني. ونعتقد أنه لاحظنا خلال الفترة الماضية أن الشعب الإيراني والشعوب الإيرانية لم تعد تحتمل المزيد من التضييق عليها في لقمة عيشها، وبالتالي بدأت تنتفض وتتحرك، وبدأت هناك أيضا حتى مقاومة مسلحة في بعض المناطق الإيرانية. لذلك نعم نحن قلقون، ولكن أملنا بالفعل أن إيران تتعظ وتفكر داخل إيران وتكون دولة تنموية تفكر بتنمية شعبها، وبعيدا عن تصدير الأيديولوجي الذي لا جدوى منه، وبعيدا عن الحقيقة التمدد السياسي الذي يجد مقاومة شرسة وبكل وضوح من دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية. هذا أمر يعني ليس مخفيا وكل يعرف ذلك. لذلك قلقنا هو أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية، وهذا ما لا نريده لنا ولا للإيرانيين. يعني نحن جربنا الحرب الإيرانية العراقية وآثارها المدمرة، وجربنا أيضا الغزو العراقي للكويت وأيضا آثارها التي لا تزال حتى اليوم موجودة. ولذلك لا نريد الدخول في حرب أخرى، نريد لإيران أن تفكر بعقل تنموي وبتعاون مع دول الجوار. الحقيقة فرصتها الثمينة يبدو ضاعت، لكن أملنا أنها تستعيدها، ولعل وعسى الرئيس روحاني يتمكن وإن كان ذلك من الصعوبة عليه أمام المتشددين، يتمكن من مد جسور التعاون مع دول الجوار على وجه الخصوص وبالذات الدول الخليجية، وأن تنكفي إيران تماما عن أي تدخل لا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في اليمن ولا في أي مكان آخر، طالما أن ذلك ممكن أن يسبب لها متاعب، وهو اليوم أمامنا مثل هذا يعني هذا الوضع الذي وضعت إيران نفسها فيه. وربما من هنا دكتور هشام جاءت الدعوة في البيان الختامي إلى
ضرورة الإسراع في إنجاز القيادة العسكرية الموحدة لتعزيز قدرات المجلس. ما برأيك إلى أي مدى يعني ما أهمية الإسراع في هذه المسألة بالنظر إلى التحديات وإلى المخاطر التي يشعر بها أو تشعر بها دول المجلس اليوم؟ هذا مهم جدا يا مهند، وهي لحظة مفصلية للمشروع الإيراني في المنطقة. الحقيقة يعني أردنا نتكلم، أنا دائما أؤيد الحوار مع أي دولة كانت، لكن المشكلة أن لو حاولنا يعني بغير القوة الصلبة أن نتصدى لإيران فالحوار غير ممكن مع الإيرانيين. أنا ضد الحوار مع إيران في هذه المرحلة. إيران يعني لا دستورها لا قياداتها لا حتى ما يسمى بالإصلاحيين فيها يودون الحوار بصدق الحقيقة مع جيرانهم في المنطقة يعني. ونحن تعلمنا من الحوار مع الإسرائيليين الذي لم يجدي نفعا يعني في هذا الخصوص يعني الذي حدث بين فلسطين والإسرائيليين. لا يمكن أن تقدم دول المنطقة تنازلات لإيران بدون أن يكون هناك نية جادة يعني للتغيير في إيران. والمشكلة أن المشاكل في إيران هذه ضد أعدائها ضد خصومها في المنطقة هي أشياء الحقيقة متجذرة ومفصلية يعني فندمنتال في الدستور الإيراني، في مشروعها لتصدير الثورة، في حتى عدم رؤيتها للعالم بمنظور النيشن ستيت الدولة الحديثة. هي تنظر للعالم أنه بلا حدود وأن حدودها قد تصل لأي منطقة ولأي مكان ولن يوقفها في ذلك إلا القوة الصلبة. لذلك أنا أعود إلى سؤالك الآن، تشكيل قوة عسكرية أو حتى البدء في ذلك وقيادة عسكرية مشتركة الحقيقة والجدية في هذا هو مشروع دول الخليج الأساسي. يجب أن تعتمد على نفسها في الدفاع عن منظومتها وعن أمنها، ولا يمكن لها أن تعتمد على الدول الغربية، وهذه هي الطريقة الوحيدة للتصدي لإيران ولردع إيران ولوضع إيران في حدودها حتى يحدث يعني المأمول أن يتغير أي شيء في إيران أمر مفصلي، سواء أن يسقط النظام، لأن هذا مستبعد في المرحلة الحالية حتى بعقوبات، لكن لا يوجد شيء بعيد في العلاقات الدولية خاصة في هذه المرحلة التي فيها أيضا شراسة غربية تجاه النظام الإيراني التي ربما يحدث فيها قلاقل وانفجارات داخلية وثورات داخلية. هذا أمر غير مستبعد، لكن نحن علينا أن نقوم بواجبنا يعني كما يقال يعني بالهومورك يعني. لابد أن نكون من ناحية القوة الصلبة قادرين على التصدي لإيران، لأن الأمور إذا بقيت على في هذا المسار قد تنتهي إلى يعني مثل ما أشار الدكتور عايد إلى حرب لا أحد يريدها لكن قد تفرض عليه. شكرا جزيلا لك دكتور هشام الغنام، الباحث الرئيسي في العلاقات الدولية بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، كان معنا من الرياض. وشكرا لضيفنا من الكويت الدكتور عايد المناع الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم.